تزوجت وبعدني أباوع على الشباب. شلونكم يا بنات؟ قصتي لهاليوم لو ما برنامج حرير وما حد يعرف منو أني، كان مستحيل أقدر أحكيها لأحد. بس هاي الحقيقة اللي ما تقدر تحكي بيها هواي بنات. قصتي إنه أني رغم تزوجت ورغم ما ناقصني شي، بس أني ما زلت لحد الآن أباوع على الشباب، ومرات أفكر أرتبط بس أستغفر ربي وأقول لا يا حرير أنتي تزوجتي، شنو هاللي دا تحكي؟ شنو هاللي دا تسوي؟ عيب وحرام، وأنتي ما تربيتي على هالشي. بس هذا اللي دا يصير وياي، من أروح المطعم أباوع وأمنع نفسي وأحاول أشغل روحي، من أمشي بشارع قوة أقدر أمنع نفسي وأبتعد عن هالشي. عيوني مدى أقدر أسيطر عليها، ودا أجبر عقلي حتى أتخلص من موضوع أنه أباوع على الشباب أو حتى أحكي وياهم مرات. بنات أريد حل من عندكم، ولا تقصون علي، وخلوا ببالكم بنهاية كل قصة من قصصي إذا حرير حكت لكم أكو آلاف يحملون نفس القصة بس ما يقدرون يحكونها.